سئل الراعي لمن هذه الأغنام فقال هي لله في يدي. الراعي فهم قانون أساسي اسمه قانون الملكية. قانون الملكية معناها أن كل شيء في هذه الدنيا هو ملك لله، وإحنا فقط مستأجرين أو مستأمنين على هذه الأشياء. جسمك، مالك، بيتك، سيارتك، كل شيء هو فقط إيجار مؤقت. طبعا الكلام سهل وكل الناس حتقول طب ما هذا كلام معروف. لا، في فرق بين أنه يكون معروف نظريا وبين أنه نستشعره بكياننا كله. يعني لو الواحد نقص ماله وزعل معناها ما هو مستشعر هذا القانون، لأنه لو فعلا مستشعر أنه لله ما حيزعل. الوصول للاستشعار الكامل لهذا المعنى مستحيل، لأنه الإنسان بطبيعته يحب التملك. المطلوب أن الواحد يحاول أنه يرفع من هذا الشعور قدر المستطاع. طبعا آيات قانون الملكية كثيرة جدا في القرآن، من أعظمها قل اللهم مالك الملك. تأمل التعبير، الله يملك الملك نفسه، يعني ملكيتك لفلوسك لسيارتك لجسمك، هذه الملكية الله يملكها، وهذا تأصيل لمفهوم الاستئجار. من أعظم التعبيرات لهذه الملكية، بس من كثر ما بنقولها ما بنتأمل فيها كثير، إنا لله، يعني نحن ملك لله. وهذا هو السر، أنه عند المصيبة المفروض نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني استشعار قانون الملكية يهون المصيبة. مع الأسف حصرنا قول هذه العبارة فقط عند الموت، مع أنه الآية عامة، إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، نستشعر قانون الملكية أننا لله. إذا شعرت بخوف، بجوع، نقص من الأموال، الأنفس، الثمرات، كل هذه المصائب، تقول إنا لله.